السلام عليكم. اليوم راني جد مسرور لاني راح نوري لكم مركب سياحي رائع، مركب حماوي يقع في ولاية غردايه. وهذا المركب راه يعني انجز بصيغه متطوره ويعني عصريه جميله جدا، وفيه ثلاث مسابح يعني، والمياه نتاعها مياه معدنيه، وهذا الغرف يعني والفيلل اللي تاع الايواء كلها فيها يعني دي سال دو بان، المياه المعدنيه. اذا هنيئا لولايه غردايه، وهنيئا للسياح الجزائريين اللي راني متاكد يجوا بكثره، لان السياحه الحماويه هي المستقبل نتاع السياحه في الجزائر. وان شاء الله ان شاء الله تعم هذه المركبات العصريه، ويعني عندها لي ستوندار دي ستوندار انترناسيونال، وبمقاييس يعني مقاييس جد يعني متطوره، تكون تعم كل المناطق اللي عندها يعني امكانيات معدنيه كبيره في يعني منابع للمياه المعدنيه، وخاصه المدن الداخليه اللي تفتقد للشاطئ نتاع البحر اللي احنا تعودنا نشوفوا دائما المركبات السياحية على شاطئ البحر. إذن هنيئا، وإن شاء الله المزيد من هذا النوع من المركبات في وطننا، والسلام عليكم.